الرحمن الرحيم طلبت الفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة القاهرة نيابة عن أسرة التمويل في الكلية نتمنى لكم النجاح والتوفيق في عام دراسي جديد. إن شاء الله احنا النهاردة هنتكلم عن الفصل الأول. الفصل الأول بيتكلم عن طبيعة ومجال الإدارة المالية. مجال الإدارة المالية هي الأموال. طبعا احنا ان شاء الله السكشن هيتناول اهم النقاط التي وردت في الفصل مع اسئلة وحلول. ان شاء الله هنستعين ببعض الصور التوضيحية واحنا بنتكلم بسرعة كده عن اهم النقاط التي وردت في الفصل. طيب اول نقطة هنتكلم الاول ايه هو مجال الإدارة المالية. مجال الإدارة المالية هو الأموال. مجال الإدارة المالية هو الأموال. طيب أول حاجة نحب نتكلم عن حاجة اسمها دورة النقود. إيه دورة النقود دي؟ أنا دلوقتي كمشروع، أنا كشركة، شركات المساهمة بقى، شركات الأموال، بعد ما المشروع تطور من مشروع فردي لشركات أشخاص إلى شركات أموال زي شركات المساهمة. أنا دلوقتي شركة مساهمة عايز اعمل تمويل علشان ابدأ النشاط. رقم هو اول وظيفة من وظائف المنظمة هي التمويل. لازم التمويل وبعد كده اعمل عملية انتاج وبعد كده اعمل عملية تسويق تكبر شوية بعد كده المنظمة يبقى في ادارات معاونة زي الموارد البشرية زي نظم المعلومات تكبر اكتر يبقى في زي البحوث والتطوير. انما اول وظيفة من وظائف المنظمة هو التمويل. طيب الشركات المساهمة دي بتحصل على الأموال منين؟ في أصحاب الأموال زي ما احنا شايفين اهو. أصحاب الأموال يقدر يوجه الادخار بتاعه بدل معاه يبقى عنده يحتفظ بيه في المنزل زي ما احنا شايفين اهو حاطط فلوس تحت المخدة ما بيستفيدش بيها بحاجة. لا، هو هيعمل عملية تمويل للمشروعات الاستثمارية المختلفة عن طريق يمده بالاموال اللي هو محتاجها ويحصل على سهم او سند. وفي احنا قلنا في فرق ما بين الاسهم والسندات. الاسهم يبقى هو نتيجه ان هو اشترى سهم في الشركه دي تقفل الدايره تاني تقوم الشركه مديله حاجه اسمها توزيعات للارباح. او سندات هيمول عن طريق قرض السندات يبقى هتقفل برضه دورة النقود. ان المشروع الاستثماري هيدي صاحب الاموال اللي مول عن طريق السندات هيديله فوائد. يبقى في اسهم وفي سندات عشان عشان صاحب الاموال ده يحول الادخار ده الى استثمار. دي اسمها دورة النقود. طيب في مبدأ مهم جدا اسمه مبدأ انفصال الملكية عن الادارة. بمعنى دلوقتي ان في الإدارة المالية في الشركة تعتبر ايجنت او وكيل نيابة عن اصحاب الاموال. طيب الإدارة المالية بتعمل ايه لاصحاب الاموال؟ اول حاجة تنمية المحافظة على الاموال اللي هم قدموها وبعد كده تنميتها. يبقى المحافظة على الاموال وتنميتها. يبقى الإدارة المالية تعتبر وكيل نيابة عن أصحاب الإيه؟ الأموال اللي مدوا الشركة بالتمويل اللازم سواء أسهم سواء سندات وخدوا في المقابل توزيعات للأرباح أو فوائد على قرض الإيه؟ السندات طبعاً بياخد أصل القرض في نهاية الإيه؟ المدة. يبقى الهدف العام لأي منظمة هو تعظيم ثروة الملاك. تعظيم ثروة الملاك ده الهدف العام لأي منظمة، وده اللي هيدخلنا بعد كده على مفهوم الادخار. يبقى من النقاط اللي وردت في الفصل مبدأ انفصال الملكية عن الإدارة، الهدف العام لمنظمات الأعمال وتعظيم ثروة الملاك.
توصل للاكتمال، لمرحلة الاكتمال أو مرحلة اكتمال وتمام النظرية، مر من خلال أربع مراحل. مر من خلال أربع مراحل. أول مرحلة من المراحل، أول مرحلة من المراحل المنهج التقليدي أو الترديشنال أبروتش. المنهج التقليدي بص للمنظمة على إنها نظام مغلق، واهتم بالجانب الأيمن في الميزانية، أو اهتم بجانب الأصول المتداولة والأصول الثابتة، ما بصش للجانب الأيسر، لا، ده كان همه إن هو يبص على الجانب الأيمن من الميزانية، وإنه يعمل عملية توصيف للوظائف الإدارة المالية والوظائف الفرعية. يعني دلوقتي من الإدارة المالية وفق المنهج التقليدي، المنهج التقليدي يبقى هنفتكر المدرسة الكلاسيكية، هنفتكر نظرية العملية الإدارية لهنري فايول، وظائف الإدارة ومبادئ الإدارة الناجحة. في الفكر التقليدي في نظرية التمويل اهتموا بتوصيف الإدارة المالية ووضع وظائف ووظائف فرعية للإدارة المالية، وضع هيكل تنظيمي للإدارة المالية، وبص للمنظمة على إنها نظاماً مغلق، نظام مغلق، وكان محور التركيز بتاعه الجانب الأيمن من الميزانية، الجانب الأيمن من الميزانية. استخدم بعض الأدوات زي النسب المالية والنسب المئوية. النسب المئوية يعني أنا في نسبة، في بسط، في شرط الكسر، في بسط وفي مقام، ها، دي اسمها النسبة أو نسب المئوية. وفي النسب المالية، ها، في نسب زي مثلا نسبة السيولة، نسبة استخدام الأصول، نسب الربحية. يبقى استخدم بعض النسب المالية واستخدم بعض النسب المئوية، يعني مثلا نسبة هامش الربح من إجمالي المبيعات اسمها نسبة مئوية، اسمها نسب مئوية، بشوف النسبة المئوية. استخدم أيضا بعض بعض الأساليب الكمية زي شجرة القرارات، واستخدم تحليل التعادل. استخدم بعض الأساليب الكمية البسيطة، الأساليب الكمية البسيطة، واهتم على توصيف الإدارة المالية ووظائفها والوظائف الفرعية والهيكل التنظيمي للإدارة المالية والأنشطة اللي بتقوم بيها. طيب نيجي بعد كده تطور الموضوع في منهج اتخاذ القرار. منهج اتخاذ القرار بص للمنظمة على أنها نظاما مفتوح، مش نظام مغلق بقى، نظام مفتوح يؤثر ويتأثر في البيئة الخارجية. يبقى المرحلة الثانية منهج اتخاذ القرار، ومنهج اتخاذ القرار بص للمنظمة على أنها نظام مفتوح، يبقى ابتدى يبص للبيئة الخارجية، ابتدى يبص لأسواق المال، ابتدى يبص على العرض على الأموال، وابتدى يبص على أسواق المال، ابتدى يبص على جهات ممكن يكون لها أثر في البيئة المالية بتاعت المنظمة زي البنك المركزي، وابتدى منهج اتخاذ القرار يعمل علاقة ما بين جانبي الميزانية، ان هو بص لجانب الطلب على الاموال وجانب العرض على الاموال، باعتبار ان المنظمة نظام شامل زي برضو في نظرية التنظيم ما درسنا سابقا في سنة اولى مع تافستوك في اسكتلندا، لما طلع حاجة اسمها النظام الشامل او التوتال سيستم، زي ما قلنا ان زي الكابيتال ستراكشر يعتبر بمثابة الهيكل العظمي في جسد المنظمة. برضو مكونات الميزانية ممكن ان احنا نبص لها على انها اجزاء متفاعلة ومتكاملة يؤثر بعضها في بعض، جانب الاصول وجانب الخصوم وحق الملكية، جانب الطلب على الاموال وجانب العرض على الاموال. يبقى من مبادئ منهج اتخاذ القرار فكرة ان المنظمة نظام مفتوح، وفكرة في علاقة تبادلية ما بين الجانب الايمن والجانب الايسر في الميزانية. في مرحلتين، او يبقى احنا قلنا ان نظرية التمويل فيها قلنا ثلاث اضلاع اساسية، العرض والطلب والمعايير، وفيها اربع مناهج او اربع مراحل اتطورت من خلال منهج التقليدي،
منهج اتخاذ القرار اول مرحلة ان منهج اتخاذ القرار فيه مرحلتين. اول مرحلة في منهج اتخاذ القرار هي وضع المبادئ. ايه المبادئ اللي حطها؟ ان المنظمة نظام مفتوح، وان في علاقة تفاعل واتساق وتكامل ما بين جانبي الميزانية، الاصول والخصوم. وبعد كده في دراسات متقدمة شافت اثر رأس المال العامل. رأس المال العامل او الوركينج كابيتال، رأس المال العامل بيساوي ايه؟ الاصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة. ايه هي الاصول المتداولة؟ الاصول المتداولة اللي هي الاصول اللي انا اقدر احولها الى نقدية within او في خلال اقل من سنة، زي ايه؟ البضاعة بجميع انواعها، المخزون التام من مواد خام، من منتجات تحت التشغيل، يبقى البضاعة والمخزون، المدينو، اوراق القبض. طيب الخصوم المتداولة زي ايه؟ الخصوم المتداولة زي الدائنو، زي اوراق الدفع. يبقى في علاقة اهو، ابتدينا نشوف دراسات تشوف اثر رأس المال العامل اللي هو في علاقة، بيعمل علاقة ما بين الاصول المتداولة والخصوم المتداولة، ودول مكونين، واحد في جانب الميزانية الايمن والتاني في جانب الميزانية الايسر، ويشوف اثر علاقة حجم معين من رأس المال العامل على الربحية، على ربحية الايه؟ الاستثمارات. يبقى دي يبقى المرحلة الاولى في منهج اتخاذ القرار، وضع المبادئ او صياغة المبادئ. طيب المرحلة الثانية في منهج اتخاذ القرار مرحلة تطور الادوات والاساليب. واحنا قلنا جوهر اتخاذ القرار حاجة مهمة جدا، البيانات، تجميع البيانات بشكل مستمر وتحليلها بشكل مستمر لكي تتكيف مع ظروف اختيار البديل الذي يتكيف مع التغير في ظروف البيئة الخارجية باستمرار. ان انا دلوقتي في حاجة الى جمع وتحليل البيانات عشان اختار افضل بديل يصلح في موقف معين في ظل تغير البيئة الخارجية بتاعتي. يبقى جوهر منهج اتخاذ القرار هو المعلومات والبيانات. في مرحلة تطور الأساليب وظهور الحاسب الآلي، واستطاعة الحاسب الآلي إنه يحل مسائل وأساليب رياضية معقدة في وقت قصير جدا أكتر من الإنسان، ابتدى المرحلة دي يستخدموا الأساليب الرياضية المعقدة والنماذج الكمية المعقدة ونماذج للمحاكاة. ولكن أثبت الواقع إن في صعوبة في تطبيق مثل هذه النماذج، لأن البيانات ما بتتوفرش بالكم والكيف والمكان والزمان المناسب والملائم. غير كده إن كمان النظام زي ده محتاج تحليل البيانات باستمرار وتجميع البيانات، فمحتاج تطور تقني معين، محتاج حاسبات آلية معينة، محتاج شبكة معلومات قوية بحيث إنها تقدر تحلل كم البيانات والمعلومات الموجودة في البيئة الخارجية. يبقى منهج اتخاذ القرار في مرحلتين، مرحلة صياغة المبادئ ومرحلة تطور الأساليب. قلنا في المرحلة الثانية تطور الأساليب استخدمنا أساليب كمية ونماذج للمحاكاة وأساليب رياضية معقدة، ولكن صعب تطبيقها في الواقع العملي لصعوباتها بعض الأحيان، لعدم القدرة على تطبيقها من بعض المديرين الماليين، لاحتياجها لنظام فني وتقني معين ومتطور لتجميع وتحليل البيانات، سوفت وير، محتاج سوفت وير معين، وهكذا. المرحلة الرابعة من مراحل التي اتطورت من خلالها نظرية التمويل الدراسات التطبيقية، حاجة اسمها الدراسات الميدانية. المناهج الثلاثة اللي فاتوا اعتمدوا على الاستنتاج. أنا دلوقتي عشان في حاجة اسمها الدائرة العلم أو the scientific cycle. العلم بيتكون من الثيوري والبراكتس والتطبيق، وبعد كده التطبيق أنا أخد منه وأحط الثيوري تاني، يبقى فيه فرضيات واختبرها. المنهج التطبيقي ركز على الواقع الفعلي للمنظمات، عمل عملية استقراء للواقع الفعلي أو الواقع الميداني، ونتيجة الملاحظات والمشاهدات عمل عملية صياغة لفرضيات معينة مش العكس. يبقى دورة العلم بتكتمل
من خلال النظريه والتطبيق. المراحل اللي فاتت كانت بتدعم الاستنتاج، مرحله الاستنتاج. جه المنهج التطبيقي او الدراسات التطبيقيه انها لا، قالت انا هشوف ايه اللي موجود على ارض الواقع فعلا، مديرين الماليين بيعملوا ايه على ارض الواقع، ايه طبيعه الاداره الماليه على ارض الواقع براكتس، ومن خلالها هقدر اعمل مشاهدات وملاحظات وبعد كده ارجع اصيغ فرضيات معينه. وبذلك يبقى دايره العلم او دايره المعرفه اكتملت ما بين الاستنتاج في المنهج التقليدي ومنهج اتخاذ القرار، وما بين الاستقراء في منهج الدراسات التطبيقيه. دلوقتي منهج الدراسات التطبيقيه استقرى، عمل عمليه استقراء للواقع الميداني وحط اولويات معينه او حط اهداف معينه او حط عناصر معينه. دلوقتي انا في المنهج التطبيقي لقوا ان المدير بيقضي اغلبيه وقته في اداره الجانب الايمن من الميزانيه وهي اداره الاصول. 58% من وقت المدير بيقضيه في اداره الاصول، والباقي اللي هم ال 42% لاداره الخصوم وحق الملكيه. طيب انا دلوقتي عشان اشوف في اهداف طويله الاجل واهداف قصيره الاجل للمدير او للاداره الماليه. يبقى المدير المالي في اهداف طويله الاجل واهداف قصيره الاجل. لقوا ان في اهم هدف مالي او اهم دور او اهم مهمه للمدير المالي في الاجل الطويل ان هو يعمل عمليه نمو للتوزيعات ونمو للارباح ونمو للمبيعات والنمو على حق الملكيه. اهم هدف طويل الاجل هو زياده النمو في الربحيه وفي المبيعات ثم حق الايه؟ الملكيه. طيب اهم هدف قصير الاجل، اهم هدف قصير الاجل هو توفير بنود على عناصر راس المال العامل من اجل تدعيم المبيعات، من اجل تدعيم المبيعات. يبقى احنا هنا في رؤيه طويله الاجل ورؤيه قصيره الاجل. طيب ممكن احنا برضو نقسم الانشطه اللي يقوم بها المدير المالي وفقا للميزانيه. الميزانيه فيها اصول وفيها خصوم وحق ايه؟ ملكيه، وفي بنود مختلفه التخطيط المالي ووضع الموازنات الرأسمالية أو الموازنات التقديرية. يبقى من أهم الأدوار أو المهام اللي بيقوم بها المدير المالي هو بيخطط وبيحط ميزانيات تقديرية، بيحط ميزانيات تقديرية وبيحط ميزانيات، ده اسمه تخطيط. إن أنا دلوقتي بحط ميزانيات تقديرية مش من الواقع، بناء على الواقع أقدر أتنبأ وأحط أرقام وبحط موازنات إيه؟ تقديرية. يبقى ده أهم دور، أهم نشاط بيقوم به المدير المالي في الأجل الطويل. لقوا برضو بالنسبة للأهداف قصيرة الأجل أو على مستوى قصير الأجل، لقوا إن أهم نشاط بيقوم به المدير المالي هي إدارة النقدية وأوراق القبض. إدارة النقدية وأوراق القبض. ده نتيجة الاستقراء ونتيجة الدراسات التطبيقية أو الدراسات الميدانية اللي نزلت شافت الواقع الفعلي إيه أو الواقع العملي إيه. طبعًا دي بعض النقاط اللي وردت في الفصل. دلوقتي إن شاء الله هنخش على تطبيقات عملية على الكلام اللي إحنا قلناه. عبارة عن سؤالين، سؤال صح وغلط وسؤال الاختيار المتعدد، ودي طبعًا طبيعة الأسئلة اللي هتجيلك في البابل شيت. هنبدأ أول نوع من الأسئلة، السؤال الأول. حدد أي العبارات صحيحة وأيها خاطئة. وطبعًا وأنا بتكلم معاكم يا ريت إن إحنا نحل مع بعض. نحاول إن أنا أديك فرصة كده إن إحنا إيه؟ نحل مع بعض. واحد، وظيفة الإنتاج هي أول وظيفة من وظائف المنظمة. غلط، إن إحنا قلنا أول وظيفة من وظائف المنظمة هي التمويل. اعتبار ان في مشروع جديد لسه اول وظيفة هي وظيفة الايه؟ التمويل. 2، ان تعظيم القيمة التي يحصل عليها العميل
هو الهدف الأول لأي منظمة. غلط، لأن مش العميل، احنا قلنا الملاك. يبقى هدف المنظمة تعظيم ثروة الملاك، وتعتبر الإدارة المالية، ده هيجاوب السؤال الرابع بحكم التخصص الوظيفي، هي المسؤولة عن تحقيق هذا الهدف وهو الحفاظ على وتنمية ثروة الملاك. يبقى العبارة خاطئة. 3، الإدارة المالية هي وكيل عن أصحاب الأموال لتعظيم ثروتهم. صحيح. 4، تعتبر إدارة التسويق بحكم التخصص الوظيفي والمعرفي المسؤولة عن تعظيم ثروة الملاك. طبعا غلط، وقلنا إدارة التموين مش إدارة التسويق. 5، الادخار هو تضحية بمستوى إشباع حالي من أجل الحصول على نفس الإشباع مستقبلا. خاطئة. ليه؟ مش نفس الإشباع، لا، للحصول على إشباع أعلى أو مستوى أعلى من الإشباع مستقبلا. يبقى العبارة خاطئة. 6، يتلخص دور الإدارة المالية في المحافظة على أصل المبلغ المستثمر مع الأخذ بالاعتبار القيمة الزمنية للنقود. تاني، يتلخص دور الإدارة المالية في المحافظة على أصل المبلغ المستثمر مع الأخذ بالاعتبار القيمة الزمنية للنقود. طبعا عبارة خاطئة، مش المحافظة بس على الأموال، يبقى المحافظة على الأموال وتنميتها. 7، يمكن للكسب أن يكون جاريا ورأسماليا. صحيحة، جاريا في مثل توزيعات الأرباح، ورأسماليا مثل زيادة القيمة السوقية للسهم. يبقى العبارة صحيحة. 8، اتفق الباحثون على أن نظرية التمويل تتضمن شقين، العرض والطلب على النقود. طبعا غلط، لأن قلنا مكونة نظرية التمويل مكونة من مثلث من ثلاث أضلاع، العرض والطلب والمعايير. 9، يترتب على المشروع الاستثماري أمرين، يبقى فيه فرصة استثمارية يترتب عليها أمرين، تعظيم القيمة أو إهدار الأموال. تعظيم القيمة أو إهدار الأموال، لا، ده فيه ثلاث أمور، إما تعظيم القيمة أو خلق القيمة أو إهدار للأموال. يبقى خلق القيمة مشروع جديد، أو تعظيم القيمة مشروع قائم ولكن فيه يعني بيختلوا خط إنتاج جديد، أو إهدار الأموال. يبقى ثلاث حالات مش حالتين. يبقى العبارة خاطئة. 10، يمكن النظر إلى مكونات قائمة المركز المالي كنظام شامل يتضمن نظم فرعية متكاملة. العبارة صحيحة طبعا، وفقا لمنهج النظم، إن أنا دلوقتي بعتبر مكونات الميزانية من جانب أيمن وجانب أيسر نظم فرعية متفاعلة ومتكاملة. يبقى العبارة صحيحة. 11، يعبر جانب الطلب على الأموال عن الاستخدامات في الميزانية. جانب الطلب على الأموال ده بيعبر عن جانب، هل الموارد ولا الاستخدامات؟ يبقى العبارة صحيحة، يعبر عن جانب الاستخدامات في الميزانية. 12، تتضمن استخدامات الأموال تحديد حجم الأصول الثابتة دون المتداولة. دون اللي هو طلب على الأموال، يبقى أنا عايز أحدد الأصول الثابتة مش المتداولة معايا، دون المتداول. يبقى العبارة خاطئة. ليه؟ لأن استخدامات الأموال تتضمن الأصول المتداولة والأصول الثابتة. 13، سوف تتأثر التدفقات النقدية الداخلة على حيازة حجم معين من الأصول. طبعا صح، حجم معين من الأصول سواء أصول متداولة أو أصول ثابتة، ده هيعكس لي حجم تدفقات نقدية معينة داخلة إلى المنظمة. طبعا العبارة صحيحة. 14، يركز جانب عرض الأموال على متغيرات في البيئة الداخلية للمنظمة. جانب العرض على الأموال وليس الطلب، جانب الطلب على الأموال ليه الفرصة الاستثمارية، يبص للاستخدامات، بص للبيئة الداخلية، إنما جانب العرض على الأموال ده بيبص للبيئة الخارجية.
وده زي ما قلنا في منهج اتخاذ القرار بص للمنظمة على أنها نظام مفتوح، وابتدى يوجد علاقة اتساق وتوازن ما بين العرض على الأموال والطلب على الأموال من خلال معايير القيمة، من خلال معيار القيمة. يبقى العبارة خاطئة، لا، ده جانب العرض على الأموال بيركز على متغيرات في البيئة الخارجية للمنظمة. 15، يؤثر جانب العرض للأموال على المطالبات الواجب الالتزام بها في الأجلين القصير والطويل معا. عبارة صحيحة طبعا، لأن جانب العرض على الأموال ده هيفرض على المنظمة مطالبات والتزامات في الأجلين القصير والطويل. يبقى العبارة صحيحة. 16، يركز مفهوم هيكل التمويل على جانب الطلب على الأموال. هيكل التمويل أو المزيج التمويلي. يبقى العبارة خاطئة. ليه؟ لأن بيركز على مفهوم العرض على الأموال، الجانب الأيسر في الميزانية اللي هي الموارد المالية. 17، يؤثر هيكل التمويل على المنظمة في الأجل الطويل في تحديد مدى السيولة لديها. طبعا احنا عارفين ان هيكل التمويل للمنظمة بيأثر على المنظمة في الأجل الطويل والأجل القصير. طيب هيكل التمويل ده هيأثر على المنظمة في تحديد مدى السيولة في الأجل الطويل ولا الأجل القصير؟ تبقى العبارة خاطئة، لأن هيكل التمويل يأثر على المنظمة في الأجل الطويل في مدى تعرضها للإفلاس، لمخاطر الإفلاس. أما في الأجل القصير فيؤثر على مدى السيولة لديها. طبعا السؤال رقم 18 تكرار أو نفس سؤال 17 ولكن بصيغة أخرى، يؤثر هيكل التمويل على المنظمة في الأجل القصير في تحديد مدى مخاطر الإفلاس التي تتعرض لها. تبقى العبارتين 17 و18 غلط، لأن بنحول الأجل الطويل إلى الأجل القصير أو الأجل القصير بتتحول العبارة إلى الأجل الطويل. 19، وفقا لنظرية النظم يعتبر هيكل التمويل بمثابة الهيكل العظمي للمنظمة. طبعا العبارة صحيحة، لأن قلنا إن الهيكل التمويل ده بمثابة الهيكل العظمي للمنظمة، لأنه هو يقدر يخليها تقوم بدورها أو يعيقها في ممارسة الأدوار المنوطة بها. يبقى العبارة صحيحة. 20، يجب تناول نظرية التمويل من منطلق منهج النظم المغلقة الرشيدة. طبعا عبارة خاطئة، لأن لا يجب أن نتناول نظرية التمويل من منطلق منهج النظم المفتوحة. يبقى العبارة خاطئة. 21، تتحدد القيمة أو الفاليو بناء على متغيرين أساسيين. عبارة خاطئة، هما ثلاث متغيرات زي ما قلنا، معدل العائد أو معدل الخصم، التدفقات النقدية، المخاطر. يبقى العبارة خاطئة. 22، تبلورت نظرية التمويل أو Theory of Finance من خلال ثلاث مراحل أساسية. يبقى زي ما احنا قلنا أربع مراحل، يبقى العبارة خاطئة. أربع مراحل: منهج التقليدي، منهج اتخاذ القرار، مرحلة صياغة المبادئ، منهج اتخاذ القرار، مرحلة تطور الأساليب والأدوات، أربعة الدراسات التطبيقية. 23، ركز المنهج التقليدي في مجال الإدارة المالية على النواحي الوصفية والوظيفية للمدير المالي. العبارة صحيحة. 24، نظر المنهج التقليدي في مجال التمويل والإدارة المالية للمنظمة على أنها نظام مغلق رشيد. عبارة صحيحة. 25، ركز المنهج التقليدي على إحداث الاتساق والتكامل بين جانبي الطلب والعرض على الأموال. عبارة خاطئة، لأن منهج اتخاذ القرار هو اللي ركز على إحداث هذا الاتساق والتكامل. 26، ركزت نظرية اتخاذ القرارات المالية على إحداث الاتساق والتكامل بين جانبي الطلب والعرض على الأموال. عبارة صحيحة. 27، وفقا لنظرية اتخاذ القرار هناك علاقة بين المتغيرات الخاصة بالتمويل والاستثمار. عبارة صحيحة. وفقا لنظرية اتخاذ القرار اختلف الإطار النظري لاتخاذ القرارات طويلة الأجل عنه في حالة اتخاذ القرارات قصيرة الأجل.
عبارة خاطئة، لأن إحنا قلنا نفس المنهج اللي هنستخدمه في اتخاذ القرارات طويلة الأمد هو نفس المنهج اللي هنستخدمه عند اتخاذ قرارات قصيرة الأجل والمتعلقة برأس تحديدا والمتعلقة برأس المال العام. 29. ركزت المساهمات الأولى في نظرية اتخاذ القرار على أثر القرارات المتعلقة برأس المال العامل على التدفقات النقدية للمنشأة وربحية الاستثمار. يبقى احنا عندنا مساهمات المرحلة الأولى في اتخاذ القرارات، أول مساهمات كانت لصياغة المبادئ، وبعد كده المساهمات اللاحقة هي اللي درست أثر رأس المال العامل على ربحية الاستثمار، تبقى العبارة خاطئة. 30. ركزت المرحلة الثالثة في تطور نظرية التمويل، اللي هو منهج اتخاذ القرار تطور الأساليب والأدوات، في تطور نظرية التمويل على الأدوات والأساليب، بينما ركزت المرحلة الثانية على صياغة المبادئ البرنسبل، طبعا العبارة صحيحة. 31. تحقيق المثالية أو الأوبتمايزيشن عند اتخاذ القرارات المالية باستخدام الأساليب الرياضية المعقدة ونماذج المحاكاة والاستعانة بالحاسب الآلي هو ميزة وعيب، طبعا عبارة صحيحة. على قد ما إن الحاسبات الآلية قدرنا نستخدمها في حل واستخدام أساليب رياضية معقدة وبناء نماذج المحاكاة لكي تحاكي سيناريوهات مختلفة لبدائل تمويلية مختلفة في الواقع العملي، إلا أن استخدام أو تحقيق المثالية هو أمر بعيد المنال لعدم توفر المثالية في الكم والكيف والمكان والزمان للبيانات واحتياج الأمر إلى نظام فني متطور، وبذلك يصعب عملية التطبيق على الواقع العملي. يبقى العبارة صحيحة. 32. ساهم المنهج التطبيق Empirical Studies في إثراء نظرية التمويل من خلال تجميع ما توصلت إليه المراحل السابقة ثم تطبيقه على أرض الواقع. يبقى العبارة خاطئة، لأن المنهج التطبيقي ما جمعش ما توصلت إليه المناهج السابقة وابتدى يطبقه على أرض الواقع، وإنما هو بدأ بالاستقراء، وهو منهج مغاير ومختلف عن المناهج التي سبقته التي استخدمت الاستنتاج ووضع الفرضيات ثم اختبارها على أرض الواقع، ولكن المنهج التطبيقي بدأ بالاستقراء واستخدم منهجا مغايرا عند إثراء نظرية التمويل. يبقى هو ما جمعش ما توصلت إليه المناهج السابقة ثم طبقه على أرض الواقع، وإنما كان له أسلوبه الخاص وفلسفته الخاص. 33. أشارت نتائج استقراء الدراسات التطبيقية أن زيادة النمو في مستوى العائد على حق الملكية هو أهم الأهداف المالية طويلة الأجل. طبعا العبارة خاطئة، لأن أهم هدف مالي طويل الأجل هو زيادة النمو في ربحية المنشأة. 34. إن إدارة الأصول تستغرق وقت أقل من إدارة الخصوم ورأس المال من وقت المدير المالي، عبارة خاطئة، لأن وقت الأصول يستغرق 58% من وقت المدير المالي. أو الفاليو بناء على A. التدفقات النقدية، B. معدل العائد أو الخصم، C. درجة المخاطرة، D. لا شيء مما سبق، E. كل ما سبق. يبقى كل ما سبق، التدفقات النقدية ومعدل العائد أو الخصم ودرجة المخاطرة. يبقى تتحدد القيمة بناء على 3 متغيرات. 9. اعتمد المنهج التقليلي في نظرية التمويل على بعض الأساليب الكمية مثل المحاكاة وسلاسل ماركوف، المحاكاة وتحليل التمايز، المحاكاة وشجرة القرارات، سلاسل ماركوف وشجرة القرارات، لا شيء مما سبق. ها؟ طبعا أي عبارة فيها المحاكاة تبقى عبارة خاطئة، لأن المحاكاة كان من منهج اتخاذ القرارات، إنما المنهج التقليدي استخدم بعض الأساليب مثل سلاسل ماركوف وشجرة القرارات.
يبقى الإجابة الصحيحة هي دي. 10. ركز المنهج التقليدي في نظرية التمويل على الجانب هل الطلب على الأموال أم العرض على الأموال أم الطلب والعرض أم المعايير أم القيمة. جاء منهج التقليد في نظرية التمويل ركز على جانب الطلب على الأموال. الطلب على الأموال. 10. ركز المنهج التقليدي في نظرية التمويل على جانب A. الطلب على الأموال B. العرض على الأموال C. الطلب والعرض D. المعايير E. القيمة. يبقى العبارة الصحيحة A. الطلب على الأموال. 11. ركزت نظرية اتخاذ القرار في نظرية التمويل على الطلب على الأموال، العرض على الأموال، الطلب والعرض، المعايير E, C and D. صحيحة العبارة E, C and D، الطلب والعرض والمعايير. 12. نظر منهج اتخاذ القرار للمنظمة على أنها نظام مغلق رشيد، مفتوح رشيد، مغلق طبيعي، مفتوح طبيعي، مغلق ومفتوح معا. يبقى العبارة B، نظام مفتوح رشيد، مفتوح يؤثر وتأثر بالبيئة الخارجية، ورشيد لأنه استخدم منهج اتخاذ القرار في خطوات حل المشكلة واتخاذ القرار، تحديد المشكلة، تجميع البيانات، تحليل البيانات، اختيار أنسب بديل، تحليل العائد والتكاليف المرتبطة بكل بديل، وتنفيذ البديل الأنسب. يبقى هي كده نظام مفتوح رشيد. يبقى العبارة B صحيحة، مفتوح رشيد. 13. أهم الانتقادات الموجهة للنماذج الرياضية وأساليب المحاكاة أو simulation. A. تعقد المنطق الرياضي المستخدم. B. عدم توفر البيانات بالكم والكيفي وفي المكان والزمان المناسب. C. ضرورة توفر نظام معلوماتي وفني متطور. D. صعوبة فهمها من بعض المديرين والتطبيق على أرض الواقع. E. كل ما سبق. يبقى E. كل ما سبق هي العبارة، هي الخيار الصحيح. 14. أثر المنهج التطبيقي أو الإمبيريكال نظرية التمويل من خلال الاستقراء أم الاستنباط أم الاستكشاف أم الاستنتاج أم الاستدلال. يبقى العبارة الخيار A، الاستقراء، الإجابة الصحيحة. 15. وفقا للمنهج التطبيقي يعتبر أهم هدف مالي قصير الأجل هو تحقيق النمو فيه